طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات في الفترة القادمة. خدمات. نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب. هذا مي المطور، مي نظيف، مي العراقي. مدارس. ونعد كل مواطن من حقه عمره 18 سنة فما فوق، كل مواطن له قطعة أرض وله راتب من الدولة. اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع مهم وخطير يهدد حياة العراقيين، ألا وهو المواد المشعة. البيئة العراقية تعاني من مشكلات خطيرة، أبرزها التلوث الإشعاعي الناجم بسبب استخدام أسلحة اليورانيوم المنظم، والتي أفرزت تداعيات صحية وخيمة، نشرت أمراض سرطانية وولادات ميتة وتشوهات خلقية وحالات مرضية مستعصية. سبب انتشار هذه المواد المشعة كما هو معروف هو بسبب القصف الأمريكي والدولي في العام 1990-1991، والغزو والاحتلال الأمريكي في عام 2003، والذي قام بإلقاء قنابل وأسلحة محرمة دوليا، هذا من شأنه رفع من إشعاع اليورانيوم إلى معدلات تصيب الإنسان بالأمراض المستعصية ومنها السرطان كما ذكرنا. كما هو معروف هناك مواد عسكرية كالدبابات وغيرها من الأسلحة تعرضت للقصف بأسلحة محرمة دوليا في البصرة وبغداد ومناطق أخرى في العراق. وفي بغداد هناك مشاة التويثة، كذلك للأبحاث النووية، كذلك أيضا مناطق في مدينة الفلوجة يعني أصبحت فيها معدلات مرتفعة من إشعاع اليورانيوم. هذا كله معروف، لكن اليوم هناك حديث جديد وخطير من قبل الحكومة، وهو نقل نفايات مشعة باليورانيوم إلى محافظة الأنبار وكذلك إلى محافظة صلاح الدين. تصاعدت حدة التحذيرات في محافظة الأنبار العراقية من مساعي نقل نفايات مشعة إلى المدينة من جنوب العراق لطمرها وسط تحذيرات من تأثيراتها المستقبلية. مجلس محافظة الأنبار كشف عن مساعي إلى طمر نفايات في صحراء الأنبار قادمة من محافظة البصرة جنوب البلاد. وفي هذا الصدد النائب عن المحافظة عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي تحدث، وراح نشوف المقطع بعد قليل، وقال بأنه هناك مخطط يستهدف أبناء المحافظة عن طريق طمر نفايات مشعة ستكون لها تبعات خطيرة على أرواح الناس. طالب الحكومة الاتحادية وحكومة الأنبار بالتدخل لإيقاف هذا المخطط، وأوضح بأن المواد التي يراد طمرها في محافظة الأنبار يتم التسويق بأنها معالجة، ويقول هذا الشيء غير صحيح إطلاقا، وطمر هذه المواد علميا وقانونيا يحتاج إلى أكثر من 50 عام. خلونا في البداية نستمع إلى حديث النائب يحيى المحمدي عن محافظة الأنبار حول هذا الموضوع ونرجع لكم. نعم، حقيقة احنا حصلنا على كتاب سرب من خلال مواقع التواصل. هذا الكتاب صادر من مديرية معاملة وإدارة النفايات المشعة، فهو هذا الكتاب هو نقل نفايات مشعة إلى محافظة الأنبار. حقيقة نحن كنواب عن محافظة الأنبار بالتحديد ونواب عن المناطق المحررة نرفض رفضا قاطعا نقل هذه المواد المشعة لما لها من تأثير على الأجيال القادمة
في تسبب في الأمراض السرطانية. هذا الإجراء حقيقة غير صحيح وغير دستوري، ونرفضه رفضا قاطعا، ولا نسمح حقيقة لوزارة العلوم والتكنولوجيا وبالتحديد هذه الدائرة من أن تستخدم هذا الموضوع بهذه الطريقة الغير صحيحة الغير قانونية التي تسبب أمراض سرطانية. وإنما ندعو لجنة الأمن والدفاع وندعو لجنة الصحة في البرلمان بمفاتحة مجلس الوزراء ومفاتحة وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا بالعمل على معالجة هذا الموضوع ميدانيا وفق الطرق المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وعدم نقلها بهذه الطريقة البائسة التي تسبب بضرر واسع لأبناء محافظة الأنبار وانتشار الأمراض السرطانية. هاي آخر اختراعات الحكومة، نقل نفايات إلى محافظة الأنبار وكذلك صلاح الدين. بحسب كتب رسمية من مجلس المحافظة، مجلس محافظة الأنبار، فإن مساعي تهدف إلى طمر مخلفات مشعة في صحراء الأنبار بعد الكشف عن كتاب سري صادر من وزارة العلوم والتكنولوجيا مديرية معاملة وإدارة النفايات المشعة. طبعا ناشطون ومدونون أبدوا على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من التوجه الحكومي نحو طمر النفايات بتلك الطريقة وسبب نقلها من جنوب العراق إلى غربه وعدم اعتماد الآليات السليمة للتعامل معها. تصريح كذلك لمجلس محافظة صلاح الدين يحذر من نقل مواد مشعة من محافظة البصرة إلى محافظة صلاح الدين ودفنها. خلونا نتابع تصريح لمجلس محافظة صلاح الدين وبالتحديد للنائبة كفاء فرحان حول نقل هذه النفايات المشعة. تم توجيه كتاب في جلسة المجلس النواب الأخيرة إلى وزير الصحة ووزير التعليم العالي لغرض التناقش معه بهذا الموضوع، ومجلس النواب رافض رفضا قاطعا، كما أن مجلس محافظة صلاح الدين ومجلس محافظة الأنبار ولجنة الصحة النيابية أيضا رافضين رفض قاطع لنقل هذه المواد المشعة وهذه النفايات المشعة لما لها الأثر الكبير والخطر الكبير على صحة المواطنين في أي مكان، سواء في محافظة البصرة أو في محافظة الأنبار أو في محافظة صلاح الدين. وسيكون لنا نعم، نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين وتعليقاتكم على الواتساب كذلك حول هذا الموضوع. هذه كارثة، يعني كارثة كبيرة، أنه أنت بدل ما تحل الموضوع وتجيب لجان دولية متخصصة بهذا الموضوع، أنت تريد تجي تنقلهن بسيارات بتريلات وتروح تدفنهن. يعني ما معقولة أنه أنت اليوم محافظة البصرة، المحافظة العزيزة، تعاني ما تعاني بسبب هذه المخلفات، بسبب مخلفات الحروب اللي صارت بالعراق، اليوم أنت تريد تنقلها إلى محافظات أخرى. ما معقولة، أنت المفروض تعالجها ومو اليوم تعالجها. يعني خلينا نكون صريحين، هذا الموضوع لم يركز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن بشكل صحيح وعلمي. اليوم احنا معدلات، يعني الله يشافي المرضى ويعافي الناس، معدلات السرطان في البصرة ومحافظات أخرى في ارتفاع بسبب هذه المواد المشعة. يعني شنو أنتوا تريدون تجلبون الأمراض إلى محافظات أخرى؟ هي بالعكس تعاني، مثل ما ذكرنا أنه يعني ذكرنا إذا كان على مستوى محافظة الأنبار فمدينة الفلوجة فيها مناطق تعاني من ارتفاع معدلات الإشعاع بسبب قصف القوات الأمريكية، إن كان في عام 2004 أو بعد ذلك، قصف مواقع في مدينة الفلوجة بمواد محرمة دولية، أسلحة محرمة دوليا، أدت إلى زيادة الإشعاعات النووية، وكذلك أدت إلى تشوهات خلقية لدى الولادات. يعني الفلوجة اليوم تتصدر يعني مدن العالم الولادات المشوهة خلقيا بسبب هذه الإشعاعات وهذه الأسلحة التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على المدينة. وكذلك يعني هناك محافظات جنوبية أخرى تعاني، بغداد كذلك، في صلاح الدين راح نجي نتحدث عنها. معنا اتصال من الأنبار، أبو أحمد، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد، الحكومة عندها مشروع يريد ينقلون المواد والمعدات اللي بيها إشعاع يورانيوم، يريد ينقلوه من البصرة إلى الأنبار.
تعليقك. استاذ عمر هاي مفهومه الشغله بالنسبه لاهل البصره المساكين وامراض سرطانيه عندهم صارت كلها بسبب الحروب. نعم. تدمروا اهل الجنوب بالكامل، وهاي الغازات مال هالنفط هم الله ذبحوا عليهم خطيه مساكين وسممهم، وكلها امراض سرطانيه صارت بالجنوب. فش راح ينقلون؟ راح ينقلونها الى الانبار والى صلاح الدين، لانه حتى ينقلون امراض فيسممون الشعب العراقي بالكامل. يعني هو شلون عندهم بعض؟ الفلوجه صار بها امراض سرطانيه بسبب الحروب، هاي الفلوجه مو كلها يعني المولود اللي يجي كلها تشوهات خلقيه ومن كل النواحي يعني. هم شلون عندهم الشعب العراقي انه هو استاذ عمر؟ ما ضل بعد بالشعب العراقي كل شيء، لان ما عندنا حكومه وطنيه مركزيه مفهومه وتفهم للشعب العراقي وتنتبه الى الشعب العراقي، لان ما خلوا كلها دمروا، هدموا الناس، الناس كلها معتقلين وناس ابرياء نايمين عليهم، انه بيريد يسممونا بهاي الامراض السرطانيه ينقلوها على المناطق الغربيه والى صلاح الدين حتى ينهون الشعب العراقي بالكامل. هاي الحكومه ما بيها اي خير ولا بيها اي صب هاي الحكومه، واحنا نتمنى من الشعب العراقي ان ينهض مثل الشعب السوداني وخلصونا من هاي الاصابه المجرمه اللي الله ذبح علينا بلاء الى الشعب العراقي. نعم. زين انت برايك ابو احمد هو هذا حال؟ يعني اني اجيب مواد من منطقه دا ادفنها بمنطقه اخرى هو هذا حل؟ هذا مو حل استاذ عمر، هذا انما تظل المواطن العراقي من يجتمع الرعايه يتسمم حتى يظل امراض سرطانيه تظل بجسم البشر. نعم. هي هاي ساينهون الشعب العراقي ما ظل عندهم بس هاي العمليه ما ظل عندهم شيء بعد. فانا ناشد الشعب العراقي ان يوعون ويحصون على انفسهم من هاي الاصابه المجرمه اللي الله ربع علينا من ايران. الشعب العراقي ايش بيه جامد؟ ايش بيه نايم؟ يا اخواني يا اهل الجنوب يا شعب العراقي انقذوا الشعب العراقي، حرروا انفسكم ونفسكم. وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ابو احمد من الرمادي كان معنا. طبعا عضو لجنه الصحه والبيئة البرلمانية جواد الموسوي يوم أمس الاثنين تحدث وقال بأن موافقات رسمية صدرت بنقل مخلفات ومواد ملوثة بمواد إشعاعية إلى المقبرة النووية في منطقة التويثة بأطراف العاصمة بغداد، وأوضح بأن اللجنة اعترضت على عملية النقل لعدة أسباب، أولها بأن عملية النقل من البصرة إلى الأنبار ومن الأنبار إلى بغداد، عود ليش يعني؟ يعني ليش يسوي الطريق عليك طريقين؟ ما انت اذا صدق عندك لجان متخصصه ومتاكده انه في منشاه التويثه ما راح يعني تنشر الامراض وراح تكون مقبره فعليه خاضعه لاسس علميه صحيحه، ما انت توديها قبل من البصره لبغداد مثلا. هذا بضرب مثل، طبعا هو الامر مرفوض، هو اصلا يعني فقط موضوع النقل يعني هذه الحوالي 600 كيلو من البصره الى بغداد راح يعني تنشر السموم خلال الطريق، فكيف إذا ودوها للأنبار وبعدين ودوها إلى بغداد؟ عملية يعني التفافية، عملية مراوغة. قال بأن ومن الأنبار إلى بغداد يقول هي عملية خطيرة من عدة نواحي، والإجراءات المتبعة من الحكومات المحلية لمنع انتشار الإشعاعات النووية خلال عملية النقل غير كافية، مما يؤدي إلى تعرض بعض الناس لتأثيرات الإشعاعات بالمناطق التي تمر بها تلك الشاحنات. معنا اتصال عبد الله من السليمانية، تفضل عبد الله. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. قبل لا نبدا بالموضوع البرنامج، والله اخاني تقريبا صار لي فترة يعني اشارة ما قناة الرافيين ما موجودة عندي، اخي هو اللي اسود من الاشعاعات سواها محافظاتنا الغربيه ومحافظات الشماليه، يعني احنا شو نتامل من 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 هاي الحكومه في الماضي؟ يعني اللي سووه فينا قليل حجرونا وفلشوا مناطقنا وفلشوا جوامعنا واستولوا على اموالنا، فاللي هاي يعني نقطه في بحر قياسا على اللي شفناه من عندهم. فما عندنا غير نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بقيام ليل بدعوة مظلوم بدعوة مهجر، أن إن شاء الله يفرج هاي الغمة عن هذه الأمة
ان شاء الله ويطش بيهم ويجعل كيدهم في نحورهم، وان شاء الله ان شاء الله بس تنتهي الودود ايران ان شاء الله على يد الامريكان هم لحالهم ينتهون. نعم. زين عبد الله احنا ماشي سبحانه. يعني نقل مواد مشعة من البصرة إلى الأنبار، أنت برأيك هو هذا حل؟ يعني حل للقضاء؟ ما هو المواد المشعة تظل مئات السنين، تظل مئات السنين بالتربة إذا ما تتعالج بشكل صحيح وإبعاد الناس عن هذه المناطق بمسافات معينة. زين هم ليش يريد يجيبون فوق ما الناس بالمحافظات العراقية جميعا طبعا مبتلين والأمراض والعياذ بالله منتشرة، والقصف اللي صار بالحروب إن كانت تحدثنا إذا كانت الحروب الحرب العراقية الإيرانية حرب 90 2003 كل المحافظات عرضت إلى قصف بأسلحة محرمة دوليا، وكل محافظة بها مناطق مشعة بإشعاعات يورانيوم، وهناك أمراض مسجلة بكل محافظة. زين هو هذا حل أنت برأيك نقل هذه المواد من البصرة إلى الأنبار أو صلاح الدين؟ هو 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 أخي الكريم هو من 2003 أنطيني شنو الحل اللي سووه الصالح المواطن العراقي إذا كان من أهل الجنوب أو من أهل الشمال، إحنا عارين نفرق، هو كله مواطن عراقي بغض النظر عن انتماء طائفي وانتماء مذهبي، بس هو شنو الحل اللي سووه صالح المواطن العراقي بصورة عامة؟ هسه مو حال، هسه يجيبون بلاوي على الناس، هسه بلاوي. انت من يقل هو والله انا في نظري الشخصي ما اريد اعمم، يعني القضاء على ما تبقى من الانبار وباقي المحافظات على اللي تبقى من عندهم حتى ينتهي بين مسرطن وبين مهجر وبين قامع بالسجن وبين مجهول الهويه. اي ابغى غير هذا الحال ما 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 ابغى غير هذا التفكير والله يا عمر. نعم أنا أشكرك عبد الله من السليمانية، كان معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يحفظك الله يا أبي. حياك أخوي عمر، هم هذول حكومة سرطانية، هم هذول حكومة سرطان، جابتهم أمريكا، هم هذول حافظين على الإسلام كله، يعني هم جابوهم هذول سرطان على العراق، وأكو ناس وياهم دافع لهم وبجانبهم. بس انا اقول عيب على اللي يكون ويا دول القتله والمجرمين والسرطان هذا، يعني اي انسان مهما كان يعني عنده غيره وشرف ما يرضى يصير ببلده هيك، بس هذول مو اهل بلد، هذول ملحدين وكفره جابتهم الامريكان على الدبابه الامريكيه، وما عندهم مقدره حتى على نفسهم، ما عندهم مقدره يعني اغتصاب المراه وطفلها، السرطانات، الامراض الجتي، الصحه تعبانه، يعني حتى البلد هذا ما ينعاش به حتى البشر، فهذول سفله جايين قتله يعني تعرف شو قتله، ومبروك على امريكا جابت دول السفله، لان امريكا ما قدرت انه في سبيل يعني بالحرب مالتها لما جاوا بخدعه، فجابوا لك دول الحزالات بيحكمون العراق. هاي وحده. اثنين، دول عمرهم ما يكونون بشر، ولا يكونون بشر يوم من الايام، يعني زاد يوعدون قالوا المي والكهرباء، راح يصير حادثه قبل يوم ما صارت عندي الكهرباء فتره، قلت لكم الكهرباء راح يصير بها كوارث. الشهر الثامن، الشهر العاشر، العفو ب 2018 انا دافع للكهرباء كلها 6 اشهر، ما جت ورقه كاتبين لي بالورقه من 2015 ما دافعته، اروح للدائره يقول لي احنا والله ما لنا علاقه، يعني ناس حراميه قتله، يعني زين انتني شعاعات النووية اللي ما دبيتوا بالرمادي ليش؟ يعني ما بس هي كلها اتفاقيات، هم يمشون بدون بيد امريكا، امريكا تقول لهم سوي هيك سوي هيك. نعم. يعني شايف رئيس الجمهوريه ما ينسى شيء، ما يستنكره، يبقى كلهم هذول كل الحثالات هاي جايه بالعراق هم بسبب تدمير العراق. لا خلوا الامور يعني ابو حسن الدمر. هاي الامور ليش ما يخلوها علنيه؟ تدري احنا كإمكانيات ناحية الكفاءات العراقية بهذا المجال كلها هاجرت برا، نتكلم بصراحة. هذا الأمر إذا ما يتدخل به وكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة ويبعثون مختصين، هذا الأمر مثل ما قال النائب يمكن يحيى المحمدي، قال هذا يحتاج ل 50 سنة، هذا الأمر 50 سنة حتى ينحل، مو أنه والله أنت تجي تحملهم بتريلات، شنو قابلنا دبات غاز لو مثلا طابوك حتى يجيبهن من هاي المحافظه يوديهن ذيك المحافظه.
اخوي عمر. نعم. بالنسبه لدول يعني هاي الامم المتحده، الامم المتحده سبب دمار الكون. نعم. لانه مخرب نيويورك هو عدو للعرب، هاي الامم المتحده والله لو عنده قدره احرق هاي الامم المتحده، لان كلها جرائم وقتل، يعني يقتلوك بكلام يعني يقول لك يدافع عنك واحنا نستنكر واحنا قلقين، هاي كلها كلاوات. هي الامم المتحده هي فنت الاحتلال علينا وقتلوا رئيسنا ودمروا البلد وسرقوا الذهب وقتلوا البشر وذلوا الناس، يعني يا عراقيين انا بس اقول شيء واحد، يعني الى متى صير عبيد لدول السفله؟ يعني دمروا البلد وهتكوا اعراض الناس وحياتهم دمروها وخيراتهم اكلوها. نعم. الشعب هذا نايم يا اخي، نايم. نعم. نايم مع الاسف. يعني اشكرك ابو حسن من بغداد. أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول مساء الخير، يقول الحديث عن النفايات ومخلفات الحروب في العراق، أين وعود إعادة إعمار العراق التي قطعتها دول التحالف بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين؟ الجميع يلتزم الصمت حاليا ليعي الشعب العراقي أن مصالح تلك الدول التي شاركت في الحرب على العراق أين هم الآن؟ يعرفون العراق عند مصالحهم فقط. رسالة أخرى. نعم. يقول أبو حاتم من الموصل، يقول السلام عليكم أستاذ عمر، تحية لك ولكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. يقول المسؤول عن الأسلحة المشعة والمحرمة دوليا هو الاحتلال وأقزام وجحوش الاحتلال في الخضراء. هذه الأسلحة إما أسلحة الخضراء المسيطرين على استيراد اللحوم الفاسدة والمواد الأخرى الفاسدة من إيران والمسيطرين على معامل الطحين في العراق وهدر المحاصيل الزراعية العراقية بالحرق والتلف لاستيراد الحنطة من إيران. تتحمل مسؤولية الشعب العراقي الجامعة العربية كما يقول والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية المحتلة للعراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول موضوع نقل نفايات مشعة من البصرة إلى محافظتي الأنبار وصلاح الدين. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذا حال الطالب العراقي. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال عبد الله من بغداد، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اخوي عمر، بالنسبه لهاي الحكومه، هاي الحكومه بعد ما دمرت هالمناطق ودخلت عليها داعش ودمرتها كلها، الناس جابت هاي السموم والنفايات تقضى حتى على البيئه. هاي السموم تاثر على البيئه، على الحيوانات، على البشر، راح تدمر كل شيء. يعني هي هذا وكل هذا ترى من إيران، هذا توصية من إيران بتدمير المناطق السنية وبحيث حتى تصير يعني صعبة الحياة بها. هي الحكومة عميلة لإيران، شو تقول لها تنفذ؟ ليش ما دفنتها بالنجف بكربلة؟ ليش بالرماد وصلاح الدين؟ دليل على ذلك إنهم حتى ما لهم يعني محبة لهذه المناطق السنية. نعم.
اي يعني بعد راح تجيب بعد اكثر، هي مو بس السموم، راح بعد تجيب اكثر احتمال يعني تدخلها هم المخدرات، تدخلها عليهم يعني هسه المخدرات قليل راح تدخلها عليهم المخدرات. بس المخدرات دخلت يعني يعني مع الاسف دخلت وانتشرت في كافه العراق. لا لا هي قليلة. نعم. قليلة بالمناطق الهاية، فراح تجيب بعد أكثر. شوف شو راح تجيب النوب بعد من مشاكل وطلايب. الله يعني الله يكون بعون العراقيين على الحكومة هاي والعصابات مجرمة مو حكومة. نعم. إي نعم. فإحنا المفروض العراقيين يعني يتفقون ويتحدون على يد واحدة يصيرون بحيث يغيرون هاي العصابة المجرمة ويشيلوها وتجينا حكومة. يعني هاي السودان تغير بها والجزائر صار بها تغيير، مصر صار بها تغيير، تونس بس بقى العراق تشلبت بها هاي الميليشيات والعصابات المجرمه. يعني ما اعرف شنو اللي ينتظرون العراقيين، ينتظرون ينزل لهم ملك يخلصهم، لو ينتظرون امريكا تخلصهم، ما تخلصهم امريكا. نعم. يعني هي جابتهم. فاذا ما يتحدون بيناتهم العراقيين يوقفوا ضد هاي العصابه المجرمه راح بعد الاف بعد لنا المئات السنين ما يصير لنا اي نتيجه بحيث نخلص من الحكومه هاي. نعم. ان شاء الله بجهود الطيبين نتحدوا نخلص من العصابه المجرمه. انا اشكرك العراقين. اشكرك عبد الله من بغداد كان معنا. طبعا يعني قبل سنوات كان هناك حديث صراحه يعني غير موثق، ولكن حديث تم تداوله بانه الولايات المتحده الامريكيه تسعى الى جعل صحراء الانبار مقبره للنفايات النوويه والمواد المشعه. طبعا مو بس هي تجي يعني فتحة شلون نقول مقبرة تشرف عليها هي، وأي دولة عندها مواد ما تريدها تجيبها. وحتى صار حديث في وقتها لما كانوا القوات الأمريكية منتشرة في جميع العراق دفنوا الكثير من المواد المشعة اللي الحكومات المتعاقبة تعرف أو ما تعرف عنها شيء الله أعلم. فهذا يعني هذا الحديث حديث اليوم أنه نقل مواد من الجنوب إلى محافظة الأنبار يذكرنا بذاك الموضوع، وربما يعني شيء مرتبط بشيء، ويعني الشيء بالشيء يذكر الصومال في التسعينيات الدول الغربية جعلت من مياه الصومال وجعلت من أراضي الصومال، لأن يعني ضاعت الدولة ما بقت حكومة، أصبحت دولة مسيطرة عليها من قبل العصابات، جعلت الصومال في ذلك الوقت مكبا للنفايات النووية. كثير من الدول في تسعينيات القرن الماضي دفنت الكثير من المواد المشعة والمواد النووية في الصومال. يعني يا ستار والله يستر أنه الجماعة هم ناوين على العراق. طبعا هناك حديث مثل ما أشرنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية دفنت الكثير من هذه المواد المشعة، ولكن يعني ربما يكون الأمر في المستقبل القريب إن شاء الله الله لا يقولها أنه يكون الأمر علني على أنه يخضع إلى معايير علمية وقانونية وإلى آخره، وإلى أنه الصحراء كبيرة وأنه تدفن المواد بعمق يعني 50 أو 100 متر أو إلى آخره من هذا الكلام. فهذا الموضوع كأنه شيء مرتبط بشيء آخر. طبعا نرجع على محافظة صلاح الدين. النائب مثنى السامرائي تحدث في البرلمان قبل يومين بأنه أصلا هي محافظة صلاح الدين قريب قضائي بلد والدجيل، هناك مقبرة قامت الأمم المتحدة بدفن مواد مشعة ومواد مشعة باليورانيوم في تلك المناطق، وحذر من أنه هذه الإشعاعات ربما تصل إلى مياه سدة الثرثار. خلونا نستمع إلى ما قاله النائب مثنى السامرائي عن محافظة صلاح الدين. موجهة من وزارة العلوم والتكنولوجيا سابقا ومن خلال وزارة التعليم وإرسالها إلى الجهات المعنية والمحافظات المعنية، تم وجود طمر مواد كيميائية سابقا بإشراف الأمم المتحدة، والمنطقة القريبة المسافة من هذه المكان المخصص هي قضاء بلد والدجيل، وهذا سوف يسبب كارثة بيئية على الناس. وعلما أن الخزن الاستراتيجي للماء الموجود أكبر خزين استراتيجي في الثرثار، بعد النقاش مع الجهات المعنية والأشخاص المعنيين في القسم المعني من قبلي ولمدة يومين، هناك خطر كبير من خلال هذا المكان المخصص. هل والأسئلة الموجهة لهذا الموضوع، هل تم النقاش مع الجهات المعنية؟ هل تم مناقشة العمليات
أو قيادة العمليات في المحافظة باختيار هذا الموقع من الجانب الأمني؟ إذا حدث لا سمح الله أي هزة زلزال لهذا الموقع ويشع نووية، راح تكون هناك كارثة في محافظة صلاح الدين والمناطق المحيطة في بغداد، وراح نسبب كارثة كبيرة. أرجو أن يكون هناك دراسة لهذا الموضوع. هل تم أخذ رأي الجهات المعنية الدولية من ناحية الخطورة، علما أن هذا الإشعاع سوف يبقى له أثر بنسبة غير معلومة وما يسبب ضرر كبير على هذه المناطق؟ أرجو أن يكون هناك استضافة للأخوان المعنيين من العلوم والتكنولوجيا أو السيد الوزير أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء هيئة المستشارين لكي نقف على علما أن وجهت كتب رسمية للمحافظات المعنية، وأطلب مجلس محافظة صلاح الدين باتخاذ موقف واضح من هذا الإجراء وبيان رأيهم بهذا الموضوع. نعم، يعني هي أصلا المحافظة بها مقبرة تم دفن مواد مشعة بالقرب من قضاء بلد والدجيل، والنوب الجماعة هم يسوون بها مقبرة ثانية حتى يدفنون بها مواد مشعة. نرجع إلى تصريحات عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد الموسوي، أضاف بأن الأمر الآخر يرتبط بالكلف لنقل تلك المخلفات، والتي كما قال لدينا عليها عدة ملاحظات، وأضاف بأنه أيضا وجود اعتراضات من بعض أهالي العاصمة على عملية النقل، ولا نعلم ما هي الأسباب لعدم وجود أكثر من مقبرة للنفايات المشعة في عدد من المحافظات، بما يضمن عدم انتقالها لمسافات طويلة إلى مقابر محددة. لفت إلى أن مقبرة التويثة قريبة جدا من المناطق السكنية، وهي تبعد بمسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات، في وقت أن السياقات العالمية توجب أن تكون المناطق السكنية بمسافة لا تقل عن 50 كيلومتر، وهذا معناه وجود مخالفات قانونية ودولية. لفت إلى أن هناك محاذير أمنية أيضا، يقول ربما تستهدف جماعات إرهابية عربات نقل تلك الإشعاعات الملوثة، ما يؤدي إلى انتشار التلوث والمخاطر. معنا اتصال أبو أحمد من البصرة، تفضل أبو أحمد. حبيبي حياك الله كل الهلا، يا هلا بيك، أهلا وسهلا بك، حياك الله، يا هلا بيك، هلا بيك حبيبي، أهلا وسهلا. والله هاي المواد هاي المشعة طبعا هاي تسبب شغلات سرطانية، نعوذ بالله. نعم، يعني والزراعة والفكرة في الأول والتالي، وثاني شيء هاي المحافظات يعني إذا قريبة عليها راح تتدمر، هاي يعني حتى المحاصيل الزراعية راح تتدمر، ما يجوز كل شيء ما يصير بها هاي، لأنه هاي بأثناء الشمس بس تطلع الشمس الشع، هاي مواد كيميائية. نعم، إشعاع كيميائية هاي، خاصة المواد هاي الكيميائية جاي يذبوها هاي بها الشعاع. نعم زين، فسبب سرطان هذا نعوذ بالله. زين، وهاي مو مصالح لا من الشعب ولا صالح الحكومة، فالمفروض هاي مثل هيك مواد المفروض تندفن، يحفروا لها مكانات وتندفن بها بعيدة يعني عن المناطق كلها. نعم، بس صحراء. اي نعم. زين أبو أحمد، اليوم الجماعة يريدون ينقلون هذه المواد المشعة من البصرة إلى الأنبار وصلاح الدين، شنو تعليقك؟ والله هي هاي المواد هي بالبصرة موجودة. نعم، موجودة بالبصرة، حتى سببت أكو مزارع بها طماطة مواد يعني منعوا بها خلوها خط أحمر بها السرطان نعوذ بالله، لأن الشعاع بها صار هذا. نعم، ضربوا الأمريكان فراح يوصلوها بديش المنطقة، بعد هاي راح تتلف يعني هذا العراق كله راح يتلف ينتهي. نعم، يعني هاي مو صالح لا صالح الشعب ولا صالح الحكومة، يعني الحكومة شلون جاي تسوي هالشكل هذا على شنو ذنب هالناس هاي خطيئة، لأنه هذا ما رضى في يوم ما راح يزرعوه، ما عوض ما خوب يذبوه بالمناطق هاي الرمادي ما رمادي خوب يدفنوه، الدفن الأفضل. زين، برأيك أبو أحمد الأفضل، حكومة ما وفرت مستشفيات متخصصة لمرضى السرطان، وشفنا قبل فترة شلون طلعوا مرضى السرطان بالبصرة وغير البصرة ب تظاهرات مؤلمة صراحة، مؤلمة يطالبون بها بالدواء. طبعا هو معروف الدواء مرضى السرطان يوزع مجانا، بس الجماعة سرقوه بفلوس وماكو، سرقوه حتى هم بدل إذا هو بألف يسووا بمئة ألف. صحيح. زين، دولة ما قدرت تسوي مستشفى لمرضى السرطان، ليش اليوم تريد تنقل هاي المواد إلى محافظات أخرى؟ يعني هي ما عالجت الأمر من قاعة من أرضها، ليش تنقل هذه المواد إلى محافظات أخرى برأيك؟ شنو الدافع وراء هذا؟ الدولة
الدولة شنو قدمتها هي الشعب العراق من سنة 2000 لحد هذا اليوم؟ مدارس، مستشفيات، شنو قدمتها؟ لو أشغال أهل البصرة لحد الآن جاي يظاهرون، ترى خاب ما درون أنتم زين، مظاهرات عندنا لحد هاي الساعة، الوضعية تعبانة يعني، البلد منتهي، انهار البلد. نعم. الشباب انهارت، فيودون هاي المواد المشعة بعد يوصلوها لهناك، يريدون إنه الفد مرة يعني من العراق بعد هاي بحث آخر. نعم. ما أعرف يعني بعد. أنا أشكرك أبو أحمد من البصرة كان معنا. أبو أيسر من تركيا. أبو أيسر. أستاذ عمر. حياك الله يا أهلا بك. شلونك أستاذ؟ برأيك نقل هذه المواد راح يحل المشكلة؟ يعني مثلاً إنه راح تنحل الأمراض وال. والله أستاذ. والأوبئة بالبيئة. أستاذ. هم هذول إجوا للعراق هو للتدمير وليس للإعمار. نعم. هذول شكوا نفايات إيرانية وغيرها وغيرها دمروها بالجنوب والمخدرات وهاي دمروا الجنوب، فوين يريد يودوها للغرب والشمال حتى هم يأذون هاي المناطق بالأمراض السرطانية؟ إيه يقولهم لا بخيرهم خيروني ولا بشرهم بشرهم عمو علي، بشرهم عمو علي. فهذول مع الأسف يعني واحد يقول عليهم دولة، مو دولة دولة. نعم. دولة شرذمة عصابات يعني، وعلى كل المناطق اللي موجودة في محافظة الأنبار والموصل عليهم أن يوقفوا بجه هاي الهجمة الشرسة اللي تجيهم من الشرابن. نعم. احنا ما نطالب غير نطالب شعبنا العراقي البسيط اللي قضى حياته كلها آلام وقهر، لا كهرباء لا ما يبيها خير، يعني عايش عيشة رديئة، باعوا على العالم وين صار، باعوا على الخليج شلون مبني شلون متطور، يعني هاي حتى لبنان اللي فقيرة هي بس مجرد منطقة سياحية أحسن من عندكم. ليش أنتوا هذا البلد باقين بهالأمراض وبهال الدجل هذا وهالشعوذه؟ هم يبنون البرة فلوسهم رايحه البرة. صدقني ما هذول كل هالشرذة مال العصابات ما ينظرون الشعب، ينظرون لجيبهم فقط، هم اولادهم وعوائلهم كلها في خارج العراق، ومخلين الشعب يقتل بنفسه يعني. نعم. ما يعني شنو تحكي بحقهم يعني، مع الأسف يعني. ما. نعم. أنا أشكرك يعني أبو أيسر، أشكرك. كان معنا اتصال معنا من تركيا أيضا أبو محمد، تفضل أبو محمد. مرحبا يا أستاذ عمر. مرحبتين يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك، حياك الله يا أهلا بيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. الحديث شجون وماذا نقص علينا عليك غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا. نعم. هؤلاء المجوس وبدون أي يعني أي غوار، مجوس صرف أنهم العداء المستحكم ضد كل مسلم ضد كل عربي ضد محمد وصحبه، لا يبرروا أي كلام، الوقائع تدل على ذلك. وهذه هي الحلقة، حلقة من حلقاتهم لإبادة أهل السنة والجماعة في الأنبار وفي صلاح الدين. نعم. وفي نينوى وغدا وفي كل الأماكن، بل ان احد الاوغاد من حزب الله يقول ان كل سني على وجه الكره الارضيه هو مستهدف لنا. هذا قالها على الملأ وعلى الاعلام من قبل كم سنه، لكن سيجدون صناديد اباط ابناء محمد وابناء علي وعمر رضي الله عنهم. زين ابو محمد، هو الموضوع موضوع المواد المشعه، يعني نتكلم بصراحة، يعني أهل الجنوب متضررين منا أكثر شيء، وبالأخص محافظة البصرة بسبب المعارك وبسبب الآليات المدمرة والتي استهدفت بأسلحة محرمة دوليا كما أشرنا أكثر من مرة. الناس متعرضين إلى الألم، متعرضين إلى الأمراض، والحكومات المتعاقبة ما وجدت أي حل، حتى بناء مستشفى يتصف بمواصفات عالمية لمعالجة مرضى السرطان، للحد من هذا الأمر، للتعاون مع الأمم المتحدة، للتعاون مع منظمات عالمية مختصة بهذا الشأن للحد من انتشار هذه الأمراض، هذا ما شفناه. نتكلم بصراحة، والناس متضررين في الجنوب، ولكن نقل الحديث عن نقل هذه المواد، نقل هذه المواد إلى الأنبار إلى صلاح الدين،
هذا ما راح يسوي حل. يعني ما راح مثلا انت جايب اليوم عندك مخلفات او نفايات تضمرها في 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 مكان معين ويخلص، لا، هذا راح يأثر من نقله وراح يبقى حتى إذا أنت شلت كل المواد اللي موجودة في منطقة معينة، ما راح تبقى الإشعاعات في ذلك المكان، راح تبقى في التربة، ونقلها كذلك راح ينشر هذا الإشعاع والعياذ بالله، ودفنها مرة أخرى كذلك، لأن ما خاضع إلى أي معايير علمية. أنت برأيك يعني هذا الحديث يعني عيب على الحكومة أنه في هذا الوقت تطرحها وهي ما عندها ذيك الإمكانيات لنقل هذه المواد؟ المفروض تكون صريحة وتكون يعني شجاعة بهذا الأمر وتقول لك أنه إحنا اليوم تعاوننا مع الأمم المتحدة لحل هذه القضية، وجدنا هذا المكان. هذا كله طبعا لو يطلع كتاب على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلع كم نائب بالبرلمان يأكدون هذا الأمر، الحكومة ساكتة وتسوي الأمر، هاي إذا ما مسويته طبعا. هذا أمر، نعم، أنت تقول يعني المفروض يستحون، اللي من تنادي أنت؟ أي حياء هذا؟ من منهم عنده ذرة من الحياء؟ هذه الوجوه الكالحة بقت على حياء، ما الذي قدموه للجنوب؟ حتى هم الذين يقولون الآن نحن نمثل الجنوب، ما الذي قدموه؟ قدموا الويل والسبور والفقر والمرض والجهل وال... ماذا نمستشفى حتى في البصرة؟ هاي البصرة العملاقة التي فيها ثروات العراق الغزيرة، ما الذي كسبها البصرة؟ ما يشربون مي 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 مثل الأوادم يشربون ماكو. يعني ما نقصد لك أنا على أهل البصرة، أهل نعم فاهمك، يعني مو هالقصدي، لكن أين دارت المعارك؟ ألم تدير في البصرة هي اللي كانت ثغر العراق الباسم؟ نعم. اللي وقفت كل المد الصفوي في الحرب الثمان سنوات، نعم، وفي حرب الخليج الأولى والحرب الخليج الثانية، صناديد البصرة وصناديد الميسان والموصل وصلاح الدين كلها والأنبار كلها شاركت في درء الخطر عن العراق. لكن أخي هؤلاء لا يمثلون شيء من العراق، هؤلاء خدم للمجوس، خدم لخامنئي، عليه من الله ما يستحق، لن يشبع من دماء المسلمين. هذا يا أخي الكريم، هؤلاء يعني يعبرون عن حقدهم يوميا وبالتفاصيل. هذا الملعون سليماني يجول ويصول ويتصور هي ستبقى له، ولو كانت ولو بقيت لغيره ما وصلت إليه. نعم، أنا أشكرك أبو محمد من تركيا كان معنا. طبعا تقرير لنشرته صحيفة ساينس مونيتور الأمريكية في ربيع عام 2003، يعني جاء في التقرير بأنه فريق من علماء مركز بحوث طب اليورانيوم ومقره في مدينة نيويورك الأمريكية، وصف آنذاك هذا التقرير أو هذا البحث بأنه البحث الميداني الأوسع حول تأثيرات أسلحة اليورانيوم في حروب العراق. طبعا شمل التقرير أو البحث شمل العاصمة بغداد وضواحيها، وشمل كذلك مدن وسط العراق وجنوب العراق، واكتشف أدلة تثبت انتشار التلوث الإشعاعي في المناطق التي تم مسحها، وأشار إلى أن مستويات فاقت الحدود المسموح بها دوليا بما يتراوح بين 10 أضعاف و30,000 ضعف، وتخطت مستويات الإشعاع في النبات والحيوان في البصرة 14 ضعفا الكمية المعتمدة دوليا كمعيار للسلامة من قبل منظمة الصحة العالمية. يعني 14 ضعف هي الكمية المسموح بها أو المعقولة، ولكن هنا وصل إلى يعني 30,000 ضعف في بعض المناطق. طبعا كذلك مناطق أخرى شملها التقرير كما أشرنا في بغداد ووسط العراق، مدن كالموصل، الناصرية، بغداد، الفلوجة، بابل، العمارة، ديالة، يعني تضم مخلفات عسكرية ومواد مشعة من بقايا البرنامج النووي العراقي السابق ونتيجة الحروب المتتالية. معنا اتصال بدقيقة، أبو إحسان من بغداد، تفضل أبو إحسان. أبو إحسان من بغداد تفضل. السلام، هلا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بك، أهلا بكم، حياك الله حبيب. بالنسبة للإشعاعات يعني المواد المشعة اللي تنقل من البصرة اللي سمعناها بالفضائيات أكثر شيء، نعم، إلى مناطق الرمادي والصحراء، هاي طبعا يصير بها تأثيرات جانبية ومسكين بصورة
بالوقت الحاضر. تظل عشرات السنين التأثيرات مالها الإشعاعي ينضعف منعتها وتأثر على الإنسان بصورة عامة، حتى على المحاصيل الزراعية هذا اللي يأكل هذه تأثر الإشعاعات مالها. يعني يفترض أن يكون مكانات تمر بالصحراء قريب من البصرة أو بالمناطق الحدودية هواي أفضل يكون تمرها من مكانات هاي يذبوها بالصحراء مال الرمادي حسب ما اتهمنا احنا. نعم. يعني طبعا مش شغل بالطاقة الذرية وأعرف الإشعاعات مدى تأثيرها على البشر وعلى البيئة منطقة هاي، خاصة من المفاعل الذري مع سلمان باك هاي من ضربتها الطائرات الإسرائيلية. بقت التأثيرات مال التجاملية لحد الآن موجودة والمنطقة ما تقدر يطبها. نعم تفضل. أنا أشكرك أبو حسام من بغداد كان معنا، وعذر على المقاطعة يعني انتهاء وقت البرنامج. تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول حديث لنواب في البرلمان قالوا بأن الحكومة تعتزم ووزارة العلوم والتكنولوجيا بنقل مواد مشعة من البصرة إلى محافظتي الأنبار ومحافظة صلاح الدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.